عندي رسائل كتير جدا النهارده، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير يا اسامه. مساء النور. انت عارف انا بتابعك من زمان جدا وبسمع كلامك في كل حاجه، بس وبأمن جدا بكلامك، بس في حاجه مهمه عايز اسالك عليها. انا تحت امرك. ريت تجاوبني بقى بصراحه يعني. حاضر، تحت امرك. هو ليه الواحد لما بيحب قوي وبيخلص قوي بيدي حنان كتير قوي بيتوجع قوي قوي قوي؟ ليه؟ طيب خليني اسالك الاول، انت مرتبطه؟ اكيد. واللي بتحكي عنه ده في الارتباط اللي انت فيه؟ اه، ده المفترض انه احنا متجوزين. وانا زوجة تانية. حبيته جدا. مفترض ان احنا يعني انا ما كنتش في دماغي اصلا موضوع الجواز. دخل بقى بحنية وقدر يخترق الحتة اللي هي فاضية عندي. ما كنتش عايزة الحقيقة ان انا ارتبط بيه، لان كان في تجربة قبل منه، ومش عايزة اقولك ان انا اسأت الاختيار قد ما انا حسيت ان انا ارتبطت بشخص متدين جدا. بيصلي، ما بيسيبش فرض، بس كل الصفات يعني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فالثلاث صفات دول للأسف اجتمعوا فيه. لدرجة أن أنا بقيت يعني أنا حد ناجح جدا في شغله، ما بقيتش عارفة أشتغل. بعدت عن كل الناس اللي أنا بحبهم واللي هم بيحبوني. نفسيا بتدمر يعني. انا اخر حاجه كان بيني وبينه مكالمه امبارح، قلت له انت بقيت بتتفنن انك تدمرني. عارف لما تبقى بتحب حد قوي، فانت الايد اللي بتطبطب عليك بدل ما بتطبطب بقت هي اللي بتذبح. طيب خليني ارجع لاول جمله قلتيها في المكالمه، ان احنا ليه لما بنحب قوي وبندي قوي وبنخلص قوي بنتخان قوي وبيتغدر بينا قوي وبنتوجع قوي وبنتألم قوي؟ قبل ما نعرف ونقول احنا حبينا قوي ودينا قوي، لازم نعرف احنا حبينا مين. القصة كلها ان العلاقة العاطفية او اي علاقة عاطفية لازم تكون مبنية على شقين: احساس وعقل. لو الاحساس غلب على العقل بتحصل مشكلة، ولو العقل غلب على الإحساس بتبقى نهاية العلاقة تماما، لأن الإنسان بيتحول إلى شخصية جافة جدا ما عندوش أي إحساس. إنما ربما يكون في خطأ من البداية وهو اختيارك لهذا الشخص. ربما تكوني انبهرتي بالشخص ده في البداية، ربما يكون ضحك عليكي وقالك كلام حلو في الأول، حرك مشاعرك، ولما تحركت مشاعرك بدأتي توقفي مخك من التفكير. النقطة التانية اللي عايز أقولها إن في بعض السيدات بيبقوا إحساسهم مرهف جدا، وبالأخص لو خارجة من تجربة مؤلمة، فلما بتلاقي الحب بتتشعبط فيه قوي، فلما تتشعبط فيه تدي قوي زي ما أنت عملتي، ولما تدي قوي الطرف التاني ياخدك شيء مضمون، كأنك فور جرانتد، شيء مضمون جدا، مش قلقان. أخون لو أنا عندي الطبع ده واغدر وإلا أدبي واعمل اللي أنا عايزه، وهي هترجع تقول لي طب خلاص أنا مسامحك، عملت وعملت وعملت وهو ده نظامي، طيب خلاص نعدي الأمور. كل ده ليه؟ عشان بنحب قوي، ويبتدي الموضوع يزيد قوي، وتبتدي أنتي تدي قوي وتخافي على العلاقة لتبوظ قوي، فتبتدي تتسامحي قوي، فيبتدي تحصل زي شد الحبل كده، هو يسحبك وانتي اللي سحباه وانتي اللي ماشية وراه. انت عارفه لو العلاقه دي فرملت فجاه وقلت لا انا يا هسيب طرف الحبل وتقع على ظهرك، يا هقوم نتشى الحبل وجايبك على وشك، هتفرق كتير. انا عملت كده يا اسامه، واحنا على مدار سنه كامله تعبني كتير، سيبنا بعض ورجعنا لبعض.
آخر مشكلة كانت بيننا، أنا خدت قرار كنت بتقطع من جوايا وبعد وما كنتش حتى بنزل شغلي وبعد يعني يعني قفلت على نفسي وخدت قرار إن خلاص يعني لازم أبعد. عايزة أقول لك إن أنا كان في يوم مطر كلمت ربنا قلت له يعني يا رب شيل حبه من قلبي وحط حبي بقى في قلبه، أحط نفس الوجع ده كأني بكلم صاحبي، يعني قلت له شيل بقى التعب اللي جوايا ده وخليه جواه هو. عايزة أقول لك كأن ربنا استجاب وكأن أبواب السماء كانت مفتوحة. أنا في نفس اليوم حسيت إن أنا ارتحت، حسيت إن في إيد طبطبت عليا، لقيت الحارس طالع فبيقول لي فلان بي تحت بيدور يعني ماشي بعربيته تحت العمارة وكأنه بيدور على حد، قلت له سيبه كأني مش موجودة، لكن للأسف طبعا كانت عربيتي تحت فهو عارف ان انا موجودة فوق. خدت القرار بس ضعفت مع اول مكالمة تليفون بعد 10 أيام ضعفت ورجعت. فزي ما انت بتقول انا نفسي اخد القرار ده ان انا ابعد، بس المرة دي اذا بعد انا هبعد على طول. طب انا عايز اسألك سؤال، مراته عارفة ان هو مرتبط تاني؟ اكيد حصل بيننا مشادات وهي عارفت طبعا. والموضوع ده مش قلقه ومش مسبب له اي مشاكل؟ اكيد كان، لكن هو شاطر جدا في ان هو بيضحك على الطرفين، والطرف الاول اكيد فهمها ان مفيش حاجة من دي وان انت غلط، لكن ايه؟ لا انا سامح حضرتك اتفضلي. يعني كأن الموضوع مفيش حاجة من دي، بس صدقني يا أسامة انا نفسي ان انا اخد الخطوة دي بإيجابية وخلاص. بص يا بنت الناس، قلبي وجعني هقولك، دموعك دي ووجعك ده وتعبك ده وفضفضتك دي انت خرجتي كل اللي جواكي دلوقتي، اكنك بالظبط بتفكري بصوت عالي. انت كنت محتاجه تفكري بصوت عالي كتير، ما بنعرفش احنا بنفكر جوانا كده، بنحتاج نقفل على نفسنا باب اوضه ونكلم نفسنا بصوت عالي عشان اسمع صوتي في ودني يوصل لي اسرع واقوى. طول ما انت حاسه ان انت بتلعب بيكي هتفضلي حاسه بالاحاسيس اللي جواكي دي. لازم تقفي، لازم تفرملي، لازم تحطي حد للاهانه اللي بتوصل لك كل يوم، لان اللي بيحصل ده اهانه لمشاعرك واهانه لكرامتك واهانه لقلبك واهانه لحاجات كتير جدا في حياتك. لو ما قدرتيش تفرملي وتقولي لا انا مش هقبل الاهانه اكتر من كده هتعيشي متهانه طول العمر. انما لو قدرتي تفرملي نفسك وقدرتي تقولي لا انا مش هقبل الاهانه مهما كانت الخسائر، تاكدي ان الخسائر هتكون قليله جدا واللي كسبان هتكون